الحقيقة احنا النهاردة شرفنا بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب صديق من زمن يعني، وأنا الحقيقة سعيد بزيارته جدا، وخصوصا يعني إن احنا يعني نظرا لظروفي وظروفه ما بنلتقيش غير يعني من وقت للتاني. وطبعا الوزير عمرو فاروق الحقيقة راجل محترم جدا، نائب رئيس النادي، ومعهم بعض أعضاء مجلس الإدارة جم الحقيقة يعني يشرفوني بالزيارة ويعرضوا عليا مشاريع خاصة بالنادي الأهلي سواء فرع الجزيرة أو فرع مدينة نصر، وهي مشاريع يعني رائعة الحقيقة. يعني أنا شايف فيها طفرة هتحصل كبيرة في النادي الأهلي. سعدت جدا بهذا الفكر المتطور وهذا الفكر المنطلق يعني ناحية أن يرفع النادي الأهلي لأفاق جديدة. احنا سعداء طبعا ان النادي الاهلي مقره في محافظة القاهرة، ده شرف لينا يعني، لان الجماهيرية العظيمة بتاعت النادي الاهلي في كل مكان يعني تخلينا حريصين دايما على ان احنا ندعمه ودايما يعني نديله كل ما يمكن من تسهيلات عشان مشاريعه يعني ان شاء الله تنجز بشكل طيب. واتفقنا على الخطوط العريضة، في بعض المسائل كده ان شاء الله هتحل خلال الايام اللي جاية، والتفاصيل متهيألي لابد بقى انها تكون من يتم الاعلان عنها بواسطه النادي الاهلي. بس هي حاجات جميله جدا، انا سعيد بهذا الفكر المتطور الحقيقه، وخصوصا انهم لجأوا للاسلوب العلمي يعني في الدراسات اللي بيعملوها وجابوا ناس متخصصه، فيعني انا شايف ان شاء الله في طفره هتحصل في النادي الاهلي باذن الله.